واصلت قافلة أريد الخير 12 رحلة العطاء في يومها الأخير لتصل إلى ولاية منح، حيث كان في استقبالنا عدد من مشايخ وأهالي الولاية، بالإضافة إلى عدد من الإداريات في جمعية المرأة العمانية بمنح. ومن كرم الضيافة انتقلنا إلى جو مفعم بالحماس، فقد تنوعت فقرات حفل استقبال القافلة بين الثقافية والترفيهية، وشملت كذلك مسابقات للرسم والأزياء العمانية التقليدية. ووسط الأجواء الرائعة قدمنا الدعم للجمعية لتكون ولاية منح آخر محطات قافلة أريد الخير 12، ويستمر دعمنا وتواصلنا مع المجتمع العماني. أصدق تواصلك.